والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. نعم، أخبار الاقتصاد مشاهدينا تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب الكيف. شكرا رجائي وهبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية لتاسعة، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع نتائج زيارتها للصين، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول مبادرة التنمية العالمية، وفي ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 والاستعدادات الجارية لكوب 28 بالإمارات. تم التطرق للجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية. كما تابع رئيس الوزراء مستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية لمصر مؤخرا والمباحثات التي تم عقدها في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن التوصل لاتفاق مع شركتين، إحداهما كندية والأخرى إنجليزية، على استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها. وأكد وزير البترول أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين. في ختام منتدى مصر الثاني عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة، ويمكن احنا شرفنا بحضور الافتتاح مجموعة من الوزراء المشاركين في المنتدى. الحقيقة انه كان موجود معانا مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات العالمين، الشركات التي تعمل بالتعدين، وكان من أهمها شركة باريك جولد، وكان كمان معانا شركة سانتا مين وغيرها من الشركات العالمية اللي الحقيقة تم الترسيع عليهم في هذه المزايدة. على مدار تقريبا سنتين من العمل المتواصل والجهد ما بين كل الأطراف المعنية في هذا الأمر، من الشركات الشريكة معنا وهي شركة باريك جولد وشركة سانتا مين، مع هيئة الثروة المعدنية، مع الوزارة، مع الخبراء من الأطراف، بدأنا نشتغل في هذه المفاوضات باهتمام وبتركيز شديد حتى يخرج اتفاق متوازن يحقق أهداف تعديل القانون ويحقق كمان أهداف رغبتنا في تنمية هذه الثروة التعدينية وتنمية قطاع التعدين بهدف الوصول للقيمة المضافة الموجودة. الحمد لله النهاردة نقدر نقول إنه إحنا بنهنئ زملائنا ونهنئ شركائنا شركات باريك جولد وشركة سانتا مين لتمكننا من الوصول إلى إنهاء التفاوض والوصول الحقيقة إلى اتفاق على البنود التجارية والمالية والقانونية. هذه الاتفاقية سيتم بعد ذلك استصدارها من خلال الخوض في الإجراءات التشريعية اللازمة. لازم أقول مبروك لأنه تعتبر يعني قيمة مضافة للاقتصاد القومي، يعني مرحلة جديدة في قطاع التعدين في مصر. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. جاء ذلك خلال لقائها رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث استعرضت جهود مصر لتحقيق
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في لحظة محورية تزامنا مع اقتراب قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل. قال البنك المركزي العراقي إن منع الولايات المتحدة الأمريكية مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق الحوالات المصرفية في عام 2022. وأضاف البنك المركزي في بيان أن البنوك تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار. وفي أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا وسط حالة من الحذر من جانب المستثمرين بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من المتوقع، وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 1.1% لتسجل 79 دولارا و52 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي لأغسطس 1.1% لتسجل 75 دولارا و4 سنتات للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى $2.63 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.84% لتسجل $2.72 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 9000 إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى رجاء وهبة، إليكما. شكرا لي.